pre-operative medication من عنوانها انه دي الادويه اللي احنا بنديها pre-operatively قبل العمليه قبل الانستيزيا. ايه الهدف من البري ميديكيشن؟ ايه الفكره اللي احنا خدنا مع الدكتوره هايدي المحاضره اللي فاتت؟ ازاي ابريبير عيان علشان نجهزه انه هيدخل يعمل عمليه. بعد ما خدت هيستوري تيكينج وخدت اكزامينشن وشفت الحاجات دي كلها، انا هدخل على ميديكيشنز. الميديكيشنز دي بديها ايذر بالليل او ان ذا مورنينج. ايه الهدف من الميديكيشنز دي؟ انه انا ببريبير البيشنت فور انستيزيا، بخلي الانستيزيا مور سيف. بمعنى ايه سيفر؟ يعني لو واحده فول ستومك يبقى لازم هديها حاجه علشان اقضي الاستومك دي، او اعادل الاسيد سكريشن، او احاول اقلل الجاستريك فوليوم. ده يخليها مور سيف، لان هي لو العيان ده اخذ انستيزيا وهو نايم السفنكترز بتسيب، ممكن يحصل ريجرجيتيشن واسبيريشن، الاكل كله يطلع فوق تاني في الماوث ويجي اسبيريت مع اول نفس، يروح داخل في التريكيا ويدخل على اللنج يكوز نيمونيا. تمام، ده كده ميكينج انستيزيا سيفر. او ان انا بروديوس كومفورت للعيان. ازاي بروديوس كومفورت؟ ناس كتير قوي بتبقى جايه انا خايفه، انا مرعوبه، انا جسمي غالي عليا، انا مش الحاجات دي كلها هتسمعوها. فانا بكمفورت العيان بان انا اديله حاجه سيديشن، هيبنوسيس، حاجات تخليه هادي خالص. او امينيمايز السايد افكتس اوف انستيزيا. ممكن انا مع الاندوسكوبي اللي انا بعمله ده بستيميوليت الفيجاس، ممكن يدخله في كاردييك ارست. ممكن وانا بدوس على العين بتاع العيان في اوكيولو كاردييك ريفلكس. الاوكيولو كاردييك ريفلكس ده انه لما بدوس على الجلوب بتاعت العين بتروموت بريديكارديا up to arrest. في ناس arrested لما بيجوا يصلحوا ترابيزمس. ترابيزمس يعني اللي عنده الحول، لما يجوا يشدوا على العضلات بتاعت العين بتبروموت برضو بريديكارديا. من الشدة دي بتاعت العضلات أو البريشر على الجلوب ممكن العيان يأرست. فأنا بدي حاجات علشان أمنع إنه الإفكت ده بتاع الفيجل إفكت بتاعها. تمام؟ الـ aim of pre-medication to relieve anxiety and apprehension، إن إحنا قلنا إنه العيان يدخل calm وهادي. provide amnesia. amnesia يعني إنه ينسى، يعني فترة التوتر دي. عشان كده أحياناً كتير تشوفوا عيان لسه عامل عملية وبعدين يجي يقول لك أنا مش فاكر، أنا مش فاكر أي حاجة حصلت لحد ما أنا خرجت من أوضة العمليات، أو لما فقت من البنك أنا مش فاكر من ساعة ما دخلت أوضة العمليات لحد ما خرجت أنا مش فاكر أي حاجة. ممكن العيان ده يكون واخد ريجونال أنستيزيا. ريجونال يعني مش نايم، جنرال أنستيزيا يعني عيان متخدر تخدير كلي. ريجونال أنستيزيا ممكن تبقى سباينال يعني واخد بنج نصفي، أو لوكو ريجونال إن أنا مخدرة دراعه بس أو رجله بس. والعيان برضو يطلع من العملية رغم إنه كان صاحي، يطلع من العملية يقول لك أنا مش فاكر. ليه؟ لأن إحنا ادينا له حاجة تعمل أمنيزيا، ينسى. الأيم التاني برضو بتاع بري ميديكيشن إن أنا أديكريس السكريشنز. العيانين اللي مثلا عندهم تونسيلكتومي هشتغل في الأورال كافيتي، أو أورال سيرجري حاجة في اللسان، حاجة في الإبيجلوت، حاجة في البالت. دول بحتاج إن أنا أديهم حاجة تنشف السكريشنز. فأنا تديكريس سكريشنز وبرضو بتبروموت برضو إنهيبيشن أوف فيجل ستيميوليشن. نفس الدواء اللي بيعمل كده هو برضو بيعمل كده. هنشوفه تاني إن بالتفصيل في السلايدز اللي جاية. بحتاج ان انا ادكريس الاسيديتي. احيانا العيان اللي صايم ده ومفيش اكل في معدته الاسيد سكريشنز عماله تطلع، والاسيد سكريشنز اللي موجوده في الاستومك دي البي اتش بتاعتها 4. لما العيان يريجرج ويطلع الاسيد ده واسبيريت 4 دي انكومباتبل مع اللونج، فبتبرن الالفيولاي فيدخل في نوع من النمونيا كده. انا ببوظ اللنج، فانا بحتاج ادكريس الاسيد.
الفوليوم اوف جاستريك جوس، احتاج ان انا اقلل الفوليوم اوف جاستريك جوس، مش بحتاج ان الاستومك تبقى فاضيه عشان ما تبقاش مليانه مع اي ضغط على المعده تلاقيه رجع الاكل كله في بقه. احنا بنخاف من الاسبيريشن، بريفنت ريجورجيتيشن اند اسبيريشن، بدي حاجه انتي ايماتيك، لانه ممكن زي ما جرى العرف العيانين يقول لك ايه اصل رجع البنج، ساعات الناس تقول لك امتى هيفوق، يردوا على بعضهم يقول لك لما يرجع البنج، فايتس كومن ان العيانين دول يرجعوا، فانا بدي انتي ايماتيك علشان بريفنت الفوميتنج بقى في البوست اوبريتيف بيريود، او ابوتنشيت ذا اكشن اوف ذا انستاتكس. يعني ايه ابوتنشيت؟ بدي كذا دواء مع بعضهم، الادويه دي بتساعد بعضيها. احنا الصوت تمام يا شباب؟ احنا الصوت تمام، متابعين ولا؟ واضح 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 مش واضح؟ واضح واضح واضح. طيب تمام، احنا ماشيين مع بعض يعني. أيوة تمام، هم يعني تمام، هي محاضرة بسيطة صغيرة وان شاء الله نخلص بسرعة. طيب اوكي، نرجع تاني. احنا خلصنا the aim of pre-medication. اوكي، دلوقتي هناخدهم بالتفصيل، بس تفصيل برضو بسيط لان انتوا برضو مش مطالبين بحاجات معقدة او تفاصيل كتيرة علشان ما انتقلش عليكم، التقيل جاي ورا يعني في المحاضرات اللي بعد كده. طيب احنا حكينا في انه to relieve anxiety and apprehension، العيان اللي بيبقى قلقان ومشدود وما نامش طول الليل الحاجات دي. طيب to relieve anxiety، to provide relief from anxiety and apprehension and amnesia، اللي بستخدمه في حاجة زي كده group of drugs اسمها البنزودايزيبينز. البنزودايزيبينز دول anti anxiety drugs، منهم الدايازيبام، لورازيبام وفلورازيبام، دول long acting وبيتاخدوا من الليلة اللي قبليها. تمام، في حاجة تاني short acting اسمها ميدازولام. الميدازولام ده ممكن يتاخد الصبح، ميدازولام ده مهدئ وبيعمل كمان امنيزيا، فيبقى العيان بيسمع الكلام ومتابع معاك وبيرد كويس ولكنه مش فاكر ايه اللي يعني كانوت ريكول الحاجات اللي حصلت له اثناء الاوبريشن، حتى لو هو كان صاحي واخد سباينال انستيزيا او واخد لوكو ريجيونال انستيزيا. تمام، في جروب اسمه سيديتيف هيبنوتكس. سيديتيف سيديشن يعني مهدئ، هيبنوتكس يعني منوم، فالسيديتيف هيبنوتكس فور سيديشن بدي حاجه اسمها بروميتازين 25 ملي جرام اي ام انتراماسكولار، ده ليه سيديتيف، وفي بعض الادويه ليها كذا كذا ايفكت، سيديتيف انتي ايماتيك انتي كولينرجيك، كل ده البروميتازين بيعمله. الهيبنوتكس بقى اللي بتساعده ان هو ينام، لان في عيانين كتير قوي تقول لك ايه انا ما نمتش طول الليل، انا دي لي 3 ايام ما نمتش، خاصه ان الناس اللي بيبقى عندهم ميجر سيرجري، كانسر كولون، حاجه كانسر بانكرياس، حاجه ميجر سيرجري شديده، فالعيان ده بيبقى قلقان ومش نايم، هيعمل ليفر ترانسبلانت، هيعمل كيدني ترانسبلانت، دول الله يعينهم يعني، فبيبقى اديله فترة طويلة طبعا قلقان ومش قادر ينام، فالعينين دول بنديهم الباربيتوريتس، الجروب اوف دراجز اللي اسمهم باربيتوريتس، دول ده مناوم، ده تو الاي انسومنيا، يعني الاي ان انا اعالج الانسومنيا، انسومنيا يعني انه مش قادر ينام، زي البنتو باربيتال والسيكو باربيتال. في جروب تاني لو العيان ده in pain، على فكرة الدراجز دي pre-operative medications مش لازم مش لازم مش ضروري أديها كلها، أنا بتيلر يعني أنا بفصل الأدوية على حسب العيان اللي قدامي، إيه اللي ممكن ياخده وإيه اللي مش لازم ياخده، مش كل الأدوية دي بديها، مش كل عيان بديله كل الجروب of drugs دي، في عيانين ما بديهمش ولا حاجة خالص
بيبقى داخل كامو، هيعمل ماينر سيرجري والامور تمام، خلاص مش بدي اي حاجه خالص. في عيان كاردياك، لا انا بفصل له حاجه، لا ده لازم يبقى داخل هادي، ده التاكي كارديا وحشه عليه فمش هدي انتي كولينرجكس، حاجات زي كده. في عيان رجله مكسوره فده مع اقل حركه بيحس بين فلازم اديله انالجيزكس. فالجروب اللي احنا هنحكي عنها دي اوبيويد انالجيزكس. الاوبييتس احنا عارفين الاوبييتس والاوبيويد ريسبتورز اللي بيشتغل عليهم دراجز زي المورفين والمبريدين والفنتانيل، دول بيعملوا ايه؟ ده ديكريس الاماونت اوف جنرال انستيزيا ريكوايرد. ليه؟ لانه بيشتغل على الاوبيويد ريسبتورز، بيدبرس الفانكشن، بيخلي العيان سليبي مش حاسس ببين، فده بيساعدني ان انا بقلل الانستيزيا. فلما اجمع كذا دراج مع بعضيه يساعد ان انا اقلل الدوز بتاعت كل واحده، ببرودوس انالجيزيا باورفل. طبعا باور المورفين ده فيري باورفل انالجيزيك، برودوس انالجيزيا ان بيشنتس هو هاف بين. لكن المشكله بتاعت الاوبيويد انالجيزيكس لازم نبقى واخدين بالنا مشاكلها كتيره جدا. المورفين بالذات is a powerful respiratory depressive drug، بيشتغل على الميو ريسبتورز بتاعت الاوبيويدز. الاوبيويد ريسبتورز الميو هي دي المسؤوله عن respiratory depression، فالمورفين ده is a very powerful respiratory depressive drug. فانا لازم exercise caution وانا بدي حاجه زي دي. الاقل منه المبريدين والفنتانيل برضو اقل منه في الريسبيراتوري ديبريشن، ولكنه بيعمل تشست تايتنس. هم كلهم باورفول ولكن كل واحد ليه سايد افكت. طبعا ريسبيراتوري ديبريشن امتى اقول ان ده دخل في ريسبيراتوري ديبريشن؟ انه الريسبيراتوري ريت تبقى اقل من 8، احنا من 8 ل 12 او من 10 ل 14 ريسبيراتوري ريت بتاعنا اقل من 8 يبقى العيان ده دخل في ديبريشن. اوكي، ايه اللي يحصل لما يحصل ريسبيراتوري ديبريشن؟ يحصل اكيوميليشن اوف كاربون دايوكسيد، ممكن العيان الريفلكسز كلها تبقى ديبرست، يحصل ريجرج، يحصل اسبيريشن نمونيا. الاوبيويدز كمان بيعملوا هايبوتنشن، ممكن العيان ده يخش في هايبوتنشن. المورفين ده فيري باورفول انه يعمل نوزيا فوميتنج، لانه بيشتغل على الكيمو ريسبتور تريجر زون اللي موجود في البرين، يعني ده اللي مسؤول عن الفوميتنج سنتر ده يعني. والمورفين كمان از فيري باورفول انه يعمل كونستيبيشن، لانه بيعمل ماسل ريلاكسيشن، سموث ماسل ريلاكسيشن، فبيعمل كونستيبيشن. فالاوبيويد انالجيزكس ار نوت وذاوت سايد افكتس. فاحنا عاده بندي الاوبيويد انالجيزكس ده immediately وانا بدي الانستيزيا بري انستاتيك على طول يعني. طيب في جروب تاني اسمه يا دكتور ممكن سؤال حضرتك؟ حضرتك قلت المورفين المين سايد افكت ريسبيراتوري ديبريشن، التانيين بقى ايه المين سايد افكتس بتاعهم اللي هم الميبريدين؟ والتاني الميبريدين ليه اتروبين لايك افكت فبيعمل تاكي كارديا جامده، اتس ا باورفل انالجيزيك ولكنه بيعمل تاكي كارديا جامده وليس respiratory depression. الأكتر واحد بيعمل respiratory depression اللي هو المورفين، ده الملك بتاعهم اللي اشتقوا منه بعد كده الحاجات التانية دي. والمورفين موجود، احنا عندنا مورفين انا بستخدمه تمام لانه water soluble فهو ده بيروح للبرين بسرعة. الفنتانيل ده short acting ولكنه بيعمل chest tightness، يعني اقل في الريسبيراتوري ديبريشن ولكنه بيعمل تشست تايتنس، فالعين يحس ان في حاجه طابقه على صدره مش قادر ياخد نفسه، ولكنه باورفل انالجيزيك وشورت اكتنج، ملوش الديليد ريسبيراتوري ديبريشن بتاعه المورفين. ده ليس ووتر سوليبل عن المورفين، وبالتالي برضو انه هو ياكت ايرلي، المورفين بيتاخر شويه ولكنه بيعمل chest tightness. شكرا. في حاجات طلعت، دلوقتي agonist antagonist. يعني ايه agonist؟ يعني مع، with antagonist يعني against.
اللي هو النالوفين، يمكن انتوا سمعتوا في صيدليات عن النالوفين او العمل عملية بيحتاج نالوفين، يدوله نالوفين. نالوفين ده السيفر ليه؟ لانه ميو انتاجونست المسؤول عن respiratory depression، الميو ريسبتور بتاع الاوبيويدز. النالوفين ده ميو انتاجونست كابا اجونست، فيدي الانالجيزيا without respiratory depression بتاعته. فاحنا اغلب شغلنا دلوقتي بقي على النالوفين ده اجونست انتاجونست. المورفين والميبريدين والفنتانيل دول بيور اجونست للاوبيويد ريسبتورز. النالوفين النالبيوفين ده اجونست انتاجونست، وده متوفر اكتر موجود في الصيدليات. يعني مش هتلاقي في الصيدليه ابدا لا هتلاقي مورفين ولا ميبريدين ولا ده مستشفيات فقط، لان دي لازم روشتة مخدرات وعليها ريستريكشنز جامدة جدا جدا، واحنا بنتحاسب على كل امبول بنستخدمه. يعني النالوفين برضو بروشتة مخدرات ولكنه متوفر في الاسواق، واذا جود انالجيزك في الحقيقة. تمام يا شباب؟ تمام. اوكي نكمل. وصلنا للانتي كولينرجيكس. احنا عارفين ان الكولينرجيك اللي هو الاستايل كولين اللي هم البارا سيمباتيك، ده الكولينرجيكس اللي هم البارا سيمباتيك. بارا سيمباتيك اللي هم يزودوا الساليفيشن ويعملوا كونتراكشن اوف سموث ماسلز علشان بقى خلاص، ده عكس السيمباتيك. السيمباتيك اللي هو فايت اور فلايت اللي هو بقى انه ينشف ريقه ويعمل تكيكارديا ويوسع حدقه العين. الكولينرجيكس اللي هم العكس. اوكي فدول يزودوا الساليفيشن. انا بحتاج ادي انتي كولينرجيك زي الاتروبين. الانتي كولينرجيك دول يعملوا ايه؟ ديكريس ريسبيراتوري تراكت سيكريشنز بدايه من المناخير والبق والتراكيه والبرونكاي، بيقلل السيكريشنز فيهم. زي ايه مثلا؟ انا بحتاج في ايه ادي انتي كولينرجيك؟ مش كل الناس هديها انتي كولينرجيك، لكن لو انا هشتغل اورال سيرجري يعني هشتغل تونسيلكتومي، يعني انا فاتح بق العيان تونسيلكتومي اللي هي اللوز، اللي انا هشله اللوز، فاتح بق العيان وماسك اللوز وبحاول اشرحها عشان نطلعها والبق مليان سلايفا، لا انا شايف والدنيا مبقلله والامور لا، فانا محتاج ان انا ادي حاجه تنشف السكريشنز دي. زي ما احنا مثلا لما بنبقى بنعمل اسناننا بيبقى حاطط تيوب، السكشن تيوب دي بتبقى التيوب المتنيه اللي محطوطه في بق الواحد دي اللي يشفط بيها السلايفا عشان يعرف يشتغل في الاسنان. فالدنتال سيرجري، السيرجري اللي موجوده في الفكين، انا برضو مش عايز اشتغل سيرجري اللي هشتغل على اللسان، تانج سيرجري، فالت سيرجري، اي اورال سيرجري بابا محتاج ان الدنيا دي الفيلد يبقى ناشف عشان اعرف اشتغل. فبدي الاتروبين او سكوبولامين او جلايكوبايروليت. عيب الاتروبين والسكوبولامين ان هم بيعملوا تاكيكارديا، لان انا قفلت الكولينرجيكس فسبت الادرينرجيك شغالين فيعمل تاكيكارديا. في دراج تاني جلايكوبايروليت ده كواترنري امونيا، يعني الموليكيول بتاعه رباعي امونيوم. ده اتعمل الموليكيول ده علشان يبقى ما يتلافى السايد افكتس بتاعت الاتروبين. الاتروبين بيعمل تاكيكارديا وانا مش هقدر ادي عيان كاردياك، عيان اسكيميك هارت. فالاسكيميك هارت ده الكرونري سيركيوليشن بتشتغل اثناء الدايستول. لما انا ادي دواء يعمل تاكيكارديا، التاكيكارديا دي زيادة ضربات القلب بتاكل من الدايستوليك بيريود، ما تقدرش تاكل من السيستول فبتاكل من الدايستول. تمام؟ والكورنري فيلينج بيحصل أثناء الدايستول. فلما أنا عملت له تاكيكارديا ما ادتوش فرصة إن الكورنريز بتاعته تملى علشان تغذي الهارت، فأنا دخلته في مور إسكيميا، فالعيان الكاردياك ده مثلا مش هقدر أديله أتروبين. فعملوا دواء تاني يتلافى التاكيكارديا بتاعت الأتروبين دي اسمه جلايكوبايروليت. جلايكوبايروليت ما فيهوش السايد افكت بتاع الأتروبين اللي هي التاكيكارديا، فده دواء without increase الهارت ريت. فإحنا زي ما اتفقنا إنه
الدواء ده مش روتين لي، احنا مش بنيوز الادويه دي كلها روتين، لا انا بفصل على كل عيان. يعني لو انا هشتغل اورال سيرجري لكن عيان اولد ايج ما يستحملش التكيكارديا، الجلايكوبيروليت على فكره كان موجود زمان اسمه روبينول بس حاليا مش متوفر للاسف يعني. فانا بوازن ريسك بنفيت ريليشن شيب بتاع الدواء والعيان اللي قصادي، عيان اولد ايج، عيان اسكيميك، عيان هايبرتنسيف، العيانين دول عنده اي مشكله، بوازن يبقى في ساليفيشن ولا اعرضه للتكيكارديا. احيانا بنختار ان يبقى في ساليفيشن خلاص بقى ويقعدوا يشفطوا او يحطوا شاش او يحطوا قطن يحوشوا بيه السلايفا دي يعني لو هتضايقهم. اوكي الانتي اسيدز والانتي اماتكس، احنا اتفقنا انه عيان جاي، انتوا خدتوا في المحاضره اللي فاتت مع الدكتوره هايدي انه في عيانين انا ببقى قلقان ان العيانين دول جايين فول ستومك، مين الامرجنسي سيرجري، العامل حادثه، التروما تقلل الجاستريك امتينج، تخلي في ديت جاستريك امتينج التروما يعني الناس اللي عامله حادثه، الناس البريجننت لان في ريلاكسين هرمون والبروجسترون والكلام ده كله، كل ده مصر ريلاكسنت فيقلل الجاستريك امتينج، فاغلبهم دول ار بوتنشلي فول ستومك. الناس الاوبيس دول برضو بوتنشلي فول ستومك في ديليد جاستريك امتينج علشان الكاينيتكس بتاعتهم يعني بتخلي حركه المعده قليله وحركه الامعاء قليله، فدول are potentially full stomach. فالناس الفول ستومك دول انا هتعامل معهم ازاي حتى لو هم elective، حتى لو قلنا لهم ان هم يصوموا يعني الامرجنسي او الجروب ده حتى لو هم كانوا صايمين انا بتعامل معهم كانهم potentially full stomach. فالناس دول انا ببقى عايز افضي المعده بقدر الامكان او اقلل الكميه الجاستريك فوليوم اللي موجود جواهم. عشان افضي المعده في دواء اسمه ميتوكلوبراميد، الميتوكلوبراميد اللي هو البريمبران ده انتي ايميتيك وبروكاينيتيك. يعني ايه بروكاينيتيك؟ يعني انهانس الجاستريك موتيليتي، كاينيتيك يعني حركه، ده بروكاينيتيك ده بيزقها يعني ان هي تشتغل، فبينهانس الجاستريك موتيليتي يساعد الجاستريك امتينج. فكل ما يفضي المعده كل ما يكون الجاستريك فوليوم اقل، زي ما احنا كنا بنحكي اثناء المحاضره دي ايه اهميه ان الجاستريك فوليوم يبقى اقل، انه لو حصل ريجرجيتيشن يبقى الكميه الريجرجيتنت فوليوم اللي طالع ده قليل جدا او ما فيش خالص. ايه الفرق بين فوميتنج وريجرجيتيشن بالمناسبه يعني؟ حد يعرف الفرق بين الفوميتنج والريجرجيتيشن؟ حد ليه رأي تاني؟ حد معانا من الشباب اللي داخلين؟ أمنية، ميرا، شيرين، مروة؟ نعم؟ الفوميتنج تبقى اكتف بروسيس مظبوط، والريجرجيتيشن باسف. بالظبط الفوميتنج ده اكتف كونتراكشن للدايفرام، فبيفوميت، حتى ممكن يبقى بروبالسيف حاجه طالعه بفورس، لكن الريجرجيتيشن ده باسيف يعني والعيان نايم، لما العيان ينام السفنكترز بتسيب، خاصة لو مدي مصر ريلاكسنت السفنكترز بتسيب، وهو نايم سوباين، فاللي جوه المعدة يروح طالع على بره كده passively من غير contraction of the diaphragm، ففجأة نلاقي البق مليان مية fluid اللي هو الجاستريك secretions اللي موجودة. لو أنا بنفخ له بقى يروح او هو بياخد نفسه يروح الميه اللي كانت في بقه دي يروح واخدها، فريجرجيتيشن كان هابن باسيفلي وانا مش واخد بالي،
إذن من المصلحة أن أنا أقلل الجاستريك فوليوم. أمنية أو ميرا أو شيرين معانا؟ أو مروة؟ أو أماني؟ مروة إيه ده؟ إزيك يا مروة؟ في حد تاني معانا؟ إحنا معانا ثلاثة أكتف، أحمد وعبد الرحمن وربما مروة. ميرا مع حضرتك تمام؟ أهلا ميرا تمام؟ عقبال الباقيين. هم 21 attendees بس الاكتف فيهم 3 4. ما علينا. كنا بنحكي في الانتاسيدز والانتي ايماتكس. على فكرة بعديها بسلايد في thank you يعني خلصنا. طيب يبقى أنا محتاج أدي antacid عشان أنا مش عايز الأسيد زي ما اتفقنا في بداية المحاضرة إن الجاستريك أسيد secretion الـ pH بتاعة الستومك 4 و4 دي highly acidic وcauses burn للاير بتاعة lining layer بتاعة الألفيولاي. ففي حاجة في النساء اسمها مندلسون سيندروم. معرفش انتوا النظام الجديد بتاخدوا نساء امتى؟ سنة كام؟ مش عارف. في رابعة تيالي بتاخدوا نساء يا شباب؟ خدنا نساء الترم اللي فات. الله الله الله. طيب يعني خدتوا مندلسون سيندروم؟ فاكر مندلسون سيندروم اللي هي الاسبيريشن والجاستريك كونتنت بالظبط اللي احنا بنحكي فيه اللي احنا بنحكي فيه ده بالظبط بالظبط يعمل اسيد نيومونايتس بالظبط هو ده اللي احنا بنحكي فيه احنا بنبقى خايفين منه زي ما احنا اتفقنا انه اكتر ناس ببقى قلقانه منهم اللي هم الحوامل اللي بيجي يعمل سي اس سيزيريان سكشن لانه كتير قوي اللي هي اللي عامله بريفيوس سيزيريان سكشن وتدخل في ليبر ببقى خايف انه يحصل ان الرحم ينفجر يرابتشر فهي بيجي لها الطلق فجاه بتطلع تجري على دكتور النساء ايه ده بريفيوس سكشن وعندها طلق لو سبتها هيحصل ووند ديهسنس في الرحم فبسرعه هدخلها ايمرجنسي سكشن او الانتي بارتم هيمرج بدخلها ايمرجنسي سكشن فاذا وارد الايمرجنسي سكشن ده وارد فالايمرجنسي سكشن ده واحده مش عامله حسابها ان هي تولد فكانت واكلة أو كانت مرجعة قريب أو حاجة يعني فالأسيد سيكريشنز كتيرة وهم دول أصلاً بيبقى عندهم هايبر أسيديتي فأجي أنا يمها جنرال أنستيزيا زي ما اتفقنا ريجيرج للأسيد اللي موجود في الاستومك ده وأسبيريشن تدخل في أسبيريشن نيومونايتس ببساطة الألفيولاي كأنها بتتحرق بتلزق في بعضيها فالحته دي بتبقى دامجد اسيد نيومونايتس مفيش حاجه بتصلحها للاسف الشديد يعني هو ده مندلسون سيندروم عشان كده الناس دول لما ييجوا الامرجنسي سيكشن لما تيجي دي انا اعمل ايه اول حاجه هدي انتاسيد لاني اوريدي الاسيد ده موجود فبدي انتاسيد علشان انيوترلايز الاسيد اللي موجود في الاستومك الايه الانتاسيد اللي انا بديه بدي حاجه نون بارتيكولات يعني ايه نون بارتيكولات البارتيكلز يعني الفتافيت في حاجات اللي هي الانتاسيدز اللي هي زي البيثمس والحاجات اللي هي اللي بتترج دي كلها بارتيكلز صغيره البارتيكلز دي الاستومك بتتعامل معاها على انها فتافيت مش بتبقى سهل ان هي تتخلص منها لكن النون بارتيكولات زي الصوديوم سيترات يبقى بسرعه تروح شاربه صوديوم سيترات ينيوتراليز الاسيد اللي موجود في الاستومك فيقلل الايفكت بتاعه يعني يعلي البي اتش بتاعه تمام شان دي شان اي ايمرجنسي سيرجري برضه
اللي جايين في تراما، اللي جايين في مش عارف ايه، provided ان هم مش كوماتوزد يعني. يبقى انا قللت الايفكت بتاع الاسيد، اديت انتاسيد، هدي كمان H2 receptor antagonist علشان اقلل الاسيد سيكريشن، يعني ما يطلعش تاني. انا بعدل الموجود وبدي حاجة علشان ما يطلعش تاني، اللي هو زي الراني اللي كل الناس بتاخده ده، عندي حموضة فبيروح واخد راني. الراني ده رانيتيدين او فاموتيدين، ده H2 receptor antagonist علشان يديكريس الاسيد سيكريشن، الفيرذر اسيد سيكريشن اللي هيطلع. تمام، في نوع اسمه H2 receptor antagonist، وفي نوع اسمه proton pump inhibitor زي الامبرازول والحاجة والامباك والحاجات دي، ده proton pump inhibitor، ده برضو يقلل الاسيد سيكريشن، بس it's another group ما بيشتغلش على الهستامين receptor ال H2 receptor. في نوع تاني اسمه H3HT الهستامين 3 receptor antagonist، زي الاندانسيترون، الحاجات اللي طالعه جديد، الدانسيت، الاندانسيترون، الجرانيسيترون، ده بدي 4 ل 8 ملي جرام اي في، ده بيبريفنت نوزيا وفوميتنج. وبدي زي ما اتفقنا البروكاينيتك علشان لو الجاستريك فوليوم ده مليان انا بحاول افضيها بقدر الامكان. اخر حاجه زي ما احنا كنا بنحكي ليه البريجننت بيشنتس ار مور ات ريسك، لان هم طبعا increased intra-abdominal pressure علشان في بيبي ضاغط على الاستومك، delayed gastric emptying عشان الريلاكسين هرمون والبروجسترون والكلام ده كله، وincreased acid secretions برضو نتيجة الماترنال هرمونز. وthank you.